اليوم الأستاذ زامل العتيبي مدير ومالك مدارس اليسر في جدة، ومشاركين اليوم بالطلبة وبالمسرح وبشغلات كثير حلوة، مساهمة في يومنا الوطني. كلمة أستاذ. في هذا اليوم المجيد نحتفل بالعيد الوطني 87، متمنين أن يديم الله علينا نعمة الأمن والأمان، وأن يحفظ ولاة أمرنا، وأن يحفظ الشعب السعودي أينما كان. اليوم أيضا الأستاذ محمد بن حسين حمدان اللهبي في احتفالنا هذا العام اليوم الوطني. بحقيقة أتقدم لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهدي والشعب السعودي الكريم بأمنياتنا بدوام الأمن والأمان، والحمد لله والشكر لله على كل شيء. العسيري من سكان حي النهضة عندنا، أقول كل عام وأنتم بخير لكل الشعب السعودي الكريم، ونبارك للقيادة ممثلة في مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ونائبه ولي عهده الأمير محمد بن سلمان، أدام الله أمن والأمان على هذا الوطن الغالي وجعله يعني عام خير وبركة، عام خير ما شاء الله. معنا اليوم الأستاذة شيماء الجيلاني، شرفتنا اليوم في احتفالنا باليوم الوطني في مركز حي النهضة جدا. فخورين بوجودك معنا أستاذة شيماء، وهي تتبع منطقة الحوار الثقافي تحت مظلة جمعية الثقافيين في جدة. شيماء جيلاني مستشارة أسرية، طبعا في عدة مراكز إرشاد بتعاون معاهم، لي لقاءات في التلفزيون. اليوم جينا طبعا هنا عشان نحتفل باليوم الوطني 87 للمملكة العربية السعودية، وكلنا فخر طبعا إنه إحنا بنشارك هذا التجمع الرائع. وانت مستشارة السرية أستاذة شيماء، وشايفة الأسر المنتجة، وشايفة تفاعل الشباب والصغار والكبار وسكان الحي، وإحنا نأمل مستقبلا أن يكون لك مشاركة معنا فاعلة في دورات، في إصلاح، في أسري. أكيد يشرفني أي حاجة. أنت خبيرة في هذا الموضوع. أكيد أي حاجة فيها مصلحة المجتمع وفيها نهوض وفي إصلاح، أكيد أنا حكون أول واحدة مشاركة في الموضوع بحكم تخصصي وبحكم يعني أي شيء فيه خدمة للمجتمع أكيد حكون فيه. يعطيك العافية. الله يعافيك.